السلام عليكم ورحمة الله. طلاب المحاضرة السابقة اتطرقنا للأمر MD، وذكرنا أنه الأمر D هو من الأوامر الداخلية ويستخدم لتكوين فهرس فرعي من فهرس رئيسي أو فهرس فرعي من فهرس فرعي آخر. طبعا أحب أن أنوه عن ملاحظة، وهو شلون أعرف الفهرس الحالي. طبعا حتى أعرف الفهرس الحالي اللي أقف عليه فقط أنفذ الأمر CD وأضغط Enter، فراح يعرض لي الفهرس الحالي اللي أقف عليه حاليا. هذه ملاحظة أحب أنه أنوه عليها وأرجو أن تنتبهوا لها. فنكمل طلاب محاضرتنا، وهو بالنسبة للأمر MD وشون أكون فهرس فرعي داخل الفهرس الفرعي اللي كونته بالمحاضرة السابقة واللي كان يحمل الاسم علي. طبعا من الخطأ أنه أكتب MD علي، هذه الخطوة خطأ حتى أوصل للفهرس أو المجلد اللي كونته مسبقا بهذه الطريقة. هذا خطأ، فألاحظ هنا الجهاز اعترض A subdirectory or file علي already exists. جاي يقول لي أنه الفهرس الفرعي أو الفايل اللي يحمل الاسم علي هو موجود، فما يصير أكون مرة ثانية مجلد أو فهرس يحمل نفس الاسم. أما أغير اسم أما أكون يعني فهرس جديد ولكن باسم آخر، أو أنتقل للفهرس أو أنتقل إلى فهرس آخر تم تكوينه مسبقا، وحتى أوصل إلى هذا المجلد أو الفهرس الذي تم تكوينه مسبقا أنفذ الأمر CD. يعني أوصل إلى هذا المجلد أو الفهرس الذي تم تكوينه مسبقا عن طريق الأمر CD اللي أخذناه بالمحاضرة السابقة، وذكرنا أيضا أنه هو من الأوامر الداخلية يستخدم للانتقال بين الفهارس. يعني هسه أنا حاليا على الفهرس الرئيسي وأريد أنتقل إلى فهرس فرعي، هذا الفهرس هو أصلا موجود، فقط أكتب CD وأترك فراغ وأكتب اسم الفهرس اللي أريد أنتقل إليه وأضغط Enter. هسه أني انتقلت إلى الفهرس الفرعي اللي اسمه علي. هسه حاليا أني ما أقف على الفهرس الرئيسي، وإنما أقف على الفهرس الفرعي الذي تم تكوينه مسبقا. فحتى أكون فهرس فرعي آخر داخل هذا الفهرس الفرعي أكتب الأمر MD واسم الفهرس الفرعي الجديد أو الآخر وليكن أيوان، أضغط Enter. في حالة أنه أريد أكون بعد داخل الفهرس الفرعي هذا اللي يحمل الاسم علي، ما أكتب CD مرة ثانية، لا، أنا هسه حاليا على الفهرس الفرعي اللي يحمل الاسم علي. فأكون إذا أريد أكون بعد فهرس فرعي آخر أكتب أيضا MD وليكن A2 الفهرس الفرعي الآخر، أضغط Enter. زين، هنا حتى أعرف أنه هذه الفهارس تكونت، فعندي طريقتين، أما من خلال الأمر داير اللي يعرض لي كل المجلدات والملفات الموجودة، هذه الطريقة الأولى اللي هي داير وأضغط Enter، هذه الطريقة الأولى.
هذه هنا جاي يعرض هنا اسم الأسطوانة والسيريال نمبر، واسم هنا جاي يذكر لي اسم الفهرس الحالي. هنا الفهرس الحالي شنو اسمه؟ علي. وشنو اللي بداخله؟ هذه الفهارس أو هذه المجلدات فقط، هذه أيوان وأيتو. هذه وين موجودة؟ هذه موجودة على الفهرس الفرعي اللي اسمه علي، عن طريق أول طريقة هي عن طريق الأمر داير. الطريقة الأخرى هي عن طريق الأمر تري. الأمر تري طبعا هو ليس من الأوامر الداخلية وإنما من الأوامر الخارجية. طلاب أرجو أن تنتبهون لهذه الملاحظة، الأمر تري هو من الأوامر الخارجية وليس من الأوامر الداخلية. فعن طريق الأمر تري، بتنفيذ الأمر تري، أقدر أستعرض الفهارس اللي تم تكوينها مؤخرا. ألاحظ هذه الأيوان وهذه الأيتو، هذه الفهارس اللي تم تكوينها مؤخرا من هاي، طبعا فهارس فرعية تم تكوينها من الفهرس الفرعي اللي يحمل الاسم علي. شكرا جزيلا طلاب، وإن شاء الله بالمحاضرات القادمة راح نكمل بقية الأوامر.